قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لا إله إلا الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا إله إلا الله. إخواني إننا نعيش في زمان كسرت فيه البلايا والمصائب، لا شك أنه زمان